اول يوم في رمضان صعب كثير، مش عارفين ايش بدنا نطبخ، يعني ايش بدهم يفطروا، غير كده انه اول يعني في السحور ما عرفناش لا في غاز ولا شيء، كله على النار، يعني بنطلع في البرد من الخيمه، تطلع برا بدك تولع نار، برد يعني ايش بدنا نطبخ، وغير كده الاسعار برا شيء مش طبيعي، خيالي. لما تروح تجيب لك البندوره بكم ولا البطاطا بكم، يعني ايش، حتى كمان الاسعار غالية، يعني مش لا انت عارف تجيب لحمة بدك تأكل ولا عارف تجيب دجاج، كله غالي. يعني احنا اصلا كمان احنا في ظل الوضع هذا احنا بدناش مساعدات، احنا بدنا وقف اطلاق النار. رمضان يعني لسه اول يوم وصعب علينا، فبالك لسه بكره وبعده ايش حيصير فينا، فاحنا بنطالب وقف اطلاق النار، لهدنه انسانيه ولا حاجه، بدنا نروح على بيوتنا، بدنا نعيش رمضان، اجواء رمضان زي كل سنه، بدنا نزين، نحس فرحه رمضان، الاطفال فرحتهم انطفت، الاطفال متعودين انه كل سنه تيجي رمضان نزين الحاره، نزين البيوت، يعني مبسوطين على امتى بستنوا وقت يجي رمضان. والله الواحد يعني مبسوط انه احنا في رمضان، بس مش مبسوط انه مشردين من مكان لمكان وطلعونا من دوننا والشهداء عنا ودمرونا، مش عاجبين نضلنا هيك بخيمه، الواحد يستقر في بيته يقعد، ترجع الامور زي ما كانت احسن وقبل، وربنا يهدي البال يا رب، يصلح الدنيا باحسن حال. احنا مش عاجبين، احنا لا بدنا اكل ولا بدنا نشرب، نرجع على دورنا، نرجع على بيتنا، نشوف بيوتنا، نقعد مبسوطين، هنا عايش خوف ونايم خوف. أول يوم بنعمل في بيتنا ملوخية، طبيخ، دجاج، زي هيك بنجيب الحبايب، حوالينا بنكون مبسوطين مرتاحين، بس هنا نفسك في حاجة تذوقها ما بتقدرش تجيبها، لأنه هنا كل حاجة الأسعار غالية، عايشين على المعلبات وقاعدين على المعلبات. أنا عشان مريضة قلب الكل بقول خف من الحاجات هذه. طب ايش بدك تسوي؟ معكش انك تجيب هذا وتجيب نفسك في شيء، يعني ابن نفسي في حاجه مش قادر اجيبها، السكر عمره غلى هالطريقه هذه، السيرج عمره غلى الطريقه هذه، نفسك معكش انك تجيبه، ولو بدك تجيب نص كيلو ايش 40 شيكل قديش كفيك يوم ولا يومين، والله بيعلم كيف. لا دخلك كروب لا لا ايوه الحاجة في حالك شعوري شعور انسان طلع نازح من بيته. انا عمري 71 سنه، عمري ما مر علي في رمضان بهذا الشعور، شعور سيء للغايه. انا يعني اليوم انا جاي في شهر رمضان، انا كنت في الايام العاديه بجهز سفره من المغرب اكل فيها، اليوم ما فيش في ايدي ولا في ايدي ولا في طرفي ولا في جيبت حاجه من فطاري، ولا انا عارف ايش بدي افطر في المغربيات يعني.